سلام ربي في اللون ديدون محفوظة من آية تنسيقية وكذا. تقول يا ذلك أختنا رأس تسكر سيد المباشر، ولكن معي مكلسنا لا كونيكسيون نسكرت نسجل تريكاد عدا أسلم لح ما يقال المهم غير ما سنرت نسلكم إميد نقوله. تقول يا نسكرت أكيد نفك كانت عوصي وين في المشاركة التنسيقية وكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والتروى بشراكة التنظيمات يضنين الجمعوية غ الدورة تسند مراوت لآلية الخبراء لحقوق الشعوب الأصلية غ قصر الأمم غ جنيف لريلي من 15 جويلية 2019 الديوش كان يعني راه يبدو تبدو هكا المشاركة التنسيقية وكال الدورة يد تشكاد من بعد اللي غننوفا أن النضال على المستوى الدولي إيكا ضرورة تسلي نور نوفايات غا تمازيرة النغ لأن الاحتجاجات تغويت الشكايات الزيجيز انت خدمت كانوا جلس ريكا اي لاخ كانت استعراضية استغلت نتل مخزن غ اي سنت يتلمع الصورة نسلكني المطالب ان لا وردي سنو فرج المطالب ان لا اكان اي اللي سلوقر لان ربعا المطالب اكان اي اللي سلوقر الخنزير البري أحيد رفض القانون 113 التوزيع العادي اللي تروت انت ما زيرت غير كل شيء المغاربة غايدة قال المطالب انه ورفلاس نتنقز ورفلاس نتنزل رقيت نتنزل قيس المشاركة تشكد اختيزي اللي غننوفا ما سد حتى مدن اللي سيقان ممكنة تقين الشركاء النخت ما زيرت نفتني درس المواقف متذبذبة إلا تعرف أنت أو سالك اخترج عندك عندك كان تغارسين اللي اخترج دخس فولكوين يميدن غيقا آخر ما إلا التحفيد الجماعي اللي سنفعن يعني من نوغ إلا درس حلاك الجمعية نسنة التحفيد فولكوين يميدن اللقاءات اللي قانين سورية اللي كسكرنا في معنى ذا غني سنت جبدن اللي الخطورة نسنت إيقات أن الكشبود نكورتنا غير الموقف إلى ضدنا اللي تضرب تأتي تضرب كله الاجتماعات رئيس الحكومة وزير الفلاحة إميكار تقزن سدار 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 الوالي سكرنا سنة خلال حقا حتى المقدم أضوى يعني أن العمل يضد عهبتي بسبب عدم جدية الأعيان بالدرجة الأولى اللي تقنيني كشور نغر الوايد يختلط البرة ما ظننا لك أكن السحام ما غنرت الزوغوز نميكسي ميكا تحرف نغين لتواطو إن واضح مع المخزنة غايدي بيين كله غياد أفلاغ الفرض أن ما غنسكر البلاس النخ اختصمت للشعوب العالم هذا السن ما دقيت تجربة ختم مزيرة النخ المشاركة التنسيقية على سياقة الشرعية على استكاء الدستور سوغا يونس اللي تنين أن المواثيق الدولية تكا أسمى من القوانين الوطنية المشاركة الدوريات تشكاد من بعد الانتصار الدبلوماسية الجمعوية ما سيغ نقوله بما فيهم التنسيقية وكال اختزي الاختصار التقنع المقررة الخاصة للجنة الدولية لمناهضة جميع أشكال الميز العنصري اللي اختزي التقرير النس تقيتازات فليكس لكنه فعلا ما سيغ نتعرضني العنصري إلا يوسقسي أرتكن البعض المدن أركتنين علاش ما في الدم صغين ورتماغ
اد كويس ولين الحقوق النونغي غود لان كيت نسين ونون لان كيت ولي دارت لا حسن نية عرفت نسلم غرا عرفت نتيني ختان الميرت لان قصود نصر الله خيانة ولكن نكني نستنفذ كل سبل الانصاف الداخلي من 1998 الى يومنا هذا لان الشكايات مسيرات مواقف وقفات احتجاجية ولكن كان الكاس اللي تدا الكاس اللي تدا سياد الوتيرة يخشنت لعمليات التهجير القصري على كل تسمقل إذن ولين ردن الكيسيات إذن إخصاء أنغي أخص غرس النغ نزايد في غرس يضنين الناس الوفاء أنا ويسيني كارينينا داغوس خنال سنتينيغ يخون ورتعجبت ولين سيقلات ما ستيوفن تسكن تنظم المبادرات باش هذا اختن هذا اختفي باش هذا اختن دريم سلو قدام أقول دي قالوا منطقة مور زكاتي قاور ما رخت كاتب ولا غير تسكر ميات أرخت كاتب من الكريم تقرير الأولين أردت ننشر اللي سلام نقيت شارك في موضوع مسلسل تدمير البنية السوسيو-ثقافية الأمازيغية بالمغرب أتي رأيت نشر يمدوك أردت نشر نصيغ على فيرسيون عربي الصيغة العربية إيري غاد سنين مرغ المنظمة نيزرفان اللي دار تجربة غل مجالات تسكرا غرس تضمن الحضور التنسيقية وكال غي كان ديات الجمعية يضنين أزول اللي اختلاو لتمعتنا أمينة وحرش التنسي مغورة ومتات كله غويد معاون دينا باش أد لكم التنسيقية وكال غير قيت تسلكو تيغاو سيو لنس المطالب نشرع لنس يلي غادي نيغ يغوي لي مغنينا هاد سبيين نيزيس اللي روجنين الى كثرت الاكاذيب اشاعات على التنين التنسيقيه يسغط تخنوش على سنتينيغ هاد يختلف من التنسيقيه غي مغزات لا تمسغط لاتصاغ وخنوش يسوى الماس اتصاغ وخنوش تما غادا ستكال افو غيو يعني تناقض يودا غلبوه تن يري غنزيد غيات النقطة يا بنين تلقى مهمة هو من بين الأساليب اللي سمعنا يسرج التنسيقية تبتن أي الدرسني بالحجة أن يسرج تخنوش هو راك التنين في 4 مليون الدراري اللي صغانين اللي سكنين هادو صباس أرسمو قولة غي أرسل كاس شعبان رمضان لأن الدراري النا أتي نكني أتن زوت تلوان غادي قال السنة النوفا أرتبين الصباط أرتزال أرتمر ذكون وجهنا أغدار تعرضني قوي أنسني كري كان القمع يجيس دا سنو اللي الحق سكني وسكيت في جيجنا دوز بقسو الولا جلود نسني قال إقا مورود حضاري أكيت سكننا أو نتقيت في جيجنا قيت وسدات نور الله قلنا رانا وين درس الفلوس شغل زنينا هاتي وراه ديك كم تنسيقية دا ستيني تنزل في المطالب دان والشرف مقولنا دا سني قاو انه تاريخيا غيك العامين ذكر راه ختيني نخصا يدوس كواس الاحتفال سي دوس كواس تنضي الشارع زود زود غيك اللي قال في مهرجان ثاني غنين ادي فوق الشارع عاود انت تقول له زر الميد علاش علاش تا غوصل لي سمو الميد تما غنلقيت عرفتي علاش تغوص اللي ما غنى يسمون مدن تو إسخت خسرتي الشعب ندور دست الترزة الشباب يسواني تفرخان ولا تفرخين ولا العائلة تتفور كي غنما قرن غوان غينا في تمهي السن يعني الجسد مزيغ أي مون أي ديان على شو هو دور سكن العلاقات يلقي تحت تاهل علاش لا يسعيب يمزيغ نقرات غير مناسبين أتي أنا سبت لي اختزموت بلا جندر نتطرف نيسولين غيلة ترى ما دخلتش تتمدن أول جات الدراري في جيجنا جاتنا هاتي تيزي ما خدت في جيجنا الفلوس إن أنا وأنت نتقيت غير الشغل نسنين لقيت نرجي من سن هاتي ورا غاسنا كوال ولكن غاني غدفون في الشارع سندنا تاخو سير من الشغل نسنين تورم من الدراري هذا المهرجان يتصغوا لي تورم تهم
تهمت صهيونة إسرائيل، حين أنه التنسيق هي وكالة الجزيرة الاحتلالية كانت إسرائيل. غلد كل زورنين إسرائيل السياحة كميت وفان مثلا يتخلص من المركوب الناس دلوتي لا تنسن غين دون دوار داش كاين داك الوقت كسر الوقت كل درا بعدا تا غنسى نسنت نيت كاع سطحية ستيني غي فرحني تنخقل الخنوز وراك كنتي سن العلاقة التنسيقية وخير ولو يان أنا كنت حدا تا وميان يكاد إسرائيل خت التنسيقية ويبدا البهتان. هو بالنسبة لي قلنا كنا ونوني تنين فوات الدين وفضحت أكون 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 يفضح ربي يخطر تسترم يخطر تسترم فضحات ونوني تنين أتفوت الدين تزعزعت عقيدة مسلمين استهمدنا غيرها أتي أخشنا غير نكون عاد رئيس بون ولكن هاتي غولي كل تروج نين الخطابات هاتي سني قول ينسن اللي كان غادي تسمع قول غير لازم الدكان بالنسبه لي 100 مليون 40 مليون اللي ستيني اللي ستيني في الدخول واش خصها تكون ما تبعت غير لو كان يتهمن 640 مليون خصها يدي تبت بيانات على من تاع زادت الملف ديال الملف اللي لمساس الكرامه الاستاذ الهادي اللي لا غير هضر النقابه زايد سي قالت هي الملف ديال 200 دا اش خو غادي تقول أتي إيسا 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 ردا فوبنت عمر في أظنين هتولد إن دقن 21 ما يمكنش قال إن موتاج نبوت بنت عمر في الدا اللي استعمل الدين إلى يوم الحكم إدا إيش قاس اللي تعود استغل الدين في مناس كل متغل في الأخبار غير أيوز أتني غيوز لأن سفين تبع حتى تغيلات باش ميد ناس تغلي غيو السلول ولا نمارس نجمع تد الإلحاد ولا 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 إسرائيل ولا غيره لا رديك إسرائيل شون سين كوريت ملا إسرائيل لم تني يغلط سووري ما تقبت هل أسمع قول غير الإنسان غالي مجرد أن الطموح شخصين سخ الزعامة يرزا يشك دي خلا يتعوصى بنت كل ويمزغل بنت كل ويلي توضرني هو كان يرأس تخلون تعلش لانه يوف من كان جيت يا مزاري لفواس جيت افوس للزعامه اللي جيت يسجل رغم انه الشروط اللي تتوفر حتى عندي كذا مخلص خلي ستيني القذافي ان احكمكم او اقتلكم ويودغ البهتان اذا كله يقد كله الانسان اللي يسن سلاح الدين تراه بانيت تيجي لي غير داس دارت مسجدات كي تتصور ها الخطيب اللي جمعة ركن تخطب هاديك كي تساول انت هاتي هو من لا غاب هذا جمعة لا هاتي المعزلة هذا دليل على انه راه يتظلم هاتي انك ربي في القران بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم كريتي اثنين اتي ولين المتابعه نتوري الامم المتحده اين التوسكان واس على تنشر باش مدنا تبعان تيوري وين هاتي البرنامج الناس اللي تمناو النقط انا ما غيناك كيت نتنسكر شكون الوقت فعلا تضيق يلا كله استمرار كله مدن اللي دعمين توريات على كل استمرار مدن السعر على سنتين المقارنة تكلسي أظن تنبيه في